السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. اليوم يتكلم عن عطورات أطياب السعيد. طبعا وايد منكم يعرفون أطياب السعيد، ويوم تواصلوا معي علشان تعاون أنا يعني أول شيء كنت منصدم، وثاني شيء كنت فرحان الحمد لله، لأن ما شاء الله يعني أشهر من علم، فشيء حلو صراحة إن أسوي تعاون مع شركة وردي ما شاء الله الكل يعرفها نفس أطياب السعيد. طيب بداية جاتني نقصة فيها ثلاث عطورات مختلفة، وهير مست، هير أند بادي مست، معاهم كسرات عود مع مخلط. طيب إن شاء الله راح أتكلم عنه، بس قبل لا أتكلم أبيكم تعرفون أن أطياب السعيد موجودين في الكويت وموجودين كذلك في السعودية، وبالإضافة لهالشيء عندهم من موقعهم أو حتى في حسابهم يوم تتواصلون معهم تقدرون تشترون في أي مكان في دول الخليج، فالتوصيل عندهم بعد سهلات، لكن الحين موجودين في طيب الحزم، والأغراض جاتني في وقتها، فخلنا أتكلم لكم شوي عن بعض الشغلات اللي وصلتني. المخلط هذا اللي قدامكم الحين في وقت المعرض ينباع ب720 حق التولة، وهو عبارة عن عود كمبودي مخلوط مع ورد جوري، صراحة وايد حلو وثقيل. طيب أما كسرات العود هذه فهي عبارة عن عود يومي تريبل سوبر، والتريبل سوبر هاي يعطونكم إياه ب900 ريال، تحصل بوكس فيه 5 تولات. طبعا هاي مش 5 تولات، بس يوم تشتريه يعطونك 5 تولات وب900 ريال الحين في وقت المعرض، والعود اللي يعطونك إياه هو تريبل سوبر. طيب خلونا ندخل في العطور. أول عطر فتحته صراحة وانصدمت بريحته، والله صدق عجبني، يعني مش دعاية وما ادري شنو هالسوالف، فعلا العطر عجبني وصدمني بسعره، يعني هاي ينباع ب 300 ريال. العطر اسمه تيامو، تيامو بالاسباني يعني احبك، والمكونات اللي مذكورة في العطر هي مقدمة من خلاصة المسك وقلب فيه جلد نخبة اولى مع قاعدة من زهرة البنفسج. بصراحة عطر جدا جميل، ويوم يبرد ابتدي اشم مكونات ثانيه غير مدرجه غير مذكوره، يمكن اكون على خطا، بس مرات اشم فيه ريحه ورد، اشم فيه ريحه زعفران، اشم شوي ريحه سوسن، زهره السوسن، ولمسه خشبيه شيء نفس ريحه الصندل هالشكل يوم يبرد، لكن الله اعلم. طيب بس في النهايه يعني اشوف ان عطر بصراحه ثقيل جميل غير مزعج، بس عجبني صراحه، صدق عجبني انا. طيب حتى تغليفه يعني مختلف وحلو. ندخل في العطر الثاني. العطر الثاني هو نيش. الله يسلمكم، من كثر ما هو حلو وعليه طلبات وايد، يمكن وايد منكم يعرفون، انا اول مره يمر عليه العطر صراحه، فما كنت اعرفه من قبل يعني لا اجربه اليوم، فيوم انسالت يوم سالت طلعوا الردي العطر ما شاء الله سوقه ماشي، فمن كثر ما هو ماشي سوقه على طلبات الزباين سووا منه هير مست او بادي مست، يعني هير اند بادي مست، يعني سبراي حق الشعر وحق الجسم كذلك. فعطر نيش هو عبارة عن يعني ميكس بين المسك مع ازهار اليلنج مع قاعدة حمضية مع برقموت، لكن انا مرات يعني اشم فيه ريحة عشبية كذا جاية شوي خضرة على حمضية كأنها ريحة الباتشولي في العطر هذا، وبصراحة يعني أنا بالنسبة لي العطر ناسبني كذلك، أشوفها من العطور الحلوة تنفع أنها تكون صيفية بس بعد تكون ثقيلة، تستخدمها للمناسبات وتستخدمها للمكتب بس ما تكثر رش. طبعا عطورهم كلها لاحظت أنها ما شاء الله ثقيلة وأسعارهم ممتازة، يعني العطر الأول قلت لكم 300 ريال، الحين هاي المجموعة تاخذ العطر مع الهير أند بادي سبراي ب 550 ريال بس في المعرض الحين. طيب الحين ننتقل حق العطر الأخير. العطر الأخير الله يسلمكم اسمه كوهيبة. كوهيبة هذا يعني شوف التغليف بروحه ما شاء الله تبارك الرحمن قصة. فهذا يعني بين الكوليكشن اللي جاني يعتبر يعني أغلى واحد فيهم في العطور. طيب وتغليفه مختلف وغرشته مختلفة ومثل ما أنتم شايفين هذه ينباع بروحه ب 660 ريال الحين. فالعطر
يعني تهمكم الريحة أكيد صح؟ العطر أشوف إنه عطر مناسبات، عطر له وزنه ثقيل، افتتاحية تبغية، افتتاحية من التباكو، لكن ما هو التباكو الطاغي اللي غث اللي يحس يعني يحسسك إنه خلاص يعني ما تقدر تستعمله إلا في الشتاء، لا، في لمسة تباكو كذا يعني تحس إنها سهلة متقبلة للناس مع قاعدة مسكية وأخشاب. بس بشكل عام أشوف إن العطر فيه لمسة عودية ولو إنها مش مذكورة، يمكن أكون أجين يمكن أكون على خطأ، بس أحس إنها قاعد أشم فيه مع المسك ريحة كذا عنبرية عودية خفيفة هالشكل، خلطينها مع المسك، نفس يوم تأخذ المسك وتخلطه مثلا مع لمسة عود خفيفة كذي، بس تخلي المسك هو اللي طاغي كذي، مرات أحس بريحة العود اللي موجود كداعم للعطر، مع أنه مش مذكور أجين يمكن أكون على خطأ، لكن عطر يعني له وزن صراحة ويستاهل صراحة أن الواحد يجربه. فهذه هي المنتجات اللي جاي أذكرها لكم اليوم، وهذه اللي مرت علي، وإذا رحت إن شاء الله أنا طيب الحزم راح أتكلم بعد أكثر، أو يمكن أسوي تغذية أكثر هناك بإذن الله عندهم في المحل، لكن بشكل مبدئي هذا اللي عندي. أتمنى أني ما طولت عليكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.